في يافع المفلح وفي لوحة ربانية جميلة لكهف ممتلئ بالماء وقطرات الماء العذبة النقية تتساقط من أعلى الكهف، انتشر مشاهدينا الكرام هذا الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الذين أبهروا بهذا الجمال الساكن في يافع والذي يعبر عن قدرة الخالق سبحانه وتعالى ويعبر أيضا عن إمكانية الإنسان في الاستفادة من هذا الجمال. اسمعوا سبحان الله يا معه، تعالوا بوريك. قولوا 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 سبحان الله يا جماعه، شوفوا شوفوا الله الكبيزل زي الغاز اللي حفر انا افدي امه. ها هذا في لعنه، ما نقي كمان. شوفوا عادوا فضاء، عادوا كهف كذا. فالله يا جماعة شو هذا الابيض يا جماعة؟ من هو ذكي؟ هذا الابيض شو؟ يا مهندسين يا اصحاب الخبر، ايش هذا الابيض؟ والله اقول كله